تزخر المملكة العربية السعودية بعديد المواقع الأثرية التاريخية والتي تدل على قدم وعراقة المنطقة. التقرير التالي يأخذنا في جولة حول أبرز المعالم التاريخية المتواجدة على الأراضي السعودية والتي ما زال يذكرها التاريخ. تعتبر مدائن صالح والتي كانت تسمى قديما الحجر أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي بعد أن ضمتها اليونسكو إلى معالم التاريخ العالمية في 2008. عرفت هذه المدائن بأنها ديار قوم ثمود والتي سكنوها في الألفية الثالثة قبل الميلاد وتضم 153 واجهة صخرية منحوتة. وثقت منطقة جدة التاريخية والتي تعرف بالبلد ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2014 حيث تضم عددا من المعالم والمباني الأثرية المهمة. تعتبر جدة التاريخية متحفا مفتوحا ولا سيما أنها تحوي التراث الذي يحكي تاريخ جدة بصورة حية وكبيرة. الدرعية التاريخية تعتبر عاصمة الدولة السعودية الأولى ومرآتها التي تعكس قوتها وشموخها إلى أن اختيرت الرياض عاصمة جديدة في عام 1824. تضم الدرعية عددا من الأحياء التاريخية من ضمنها حي طريف الذي يعد ثاني معلما سعوديا ينضم إلى قائمة التراث العمراني العالمي في عام 2010. يعتبر أعظم تراث أثري وثروة سعودية وأكبر تجمع حيث احتضن الأقوام والحضارات الغابرة من المعينية والديدانية والنبطية والليحانية. تعد العلا حاضرة التجارة قديما نظرا لوقوعها على طريق البخور والتوابل وتعتبر اليوم ملتقى للسياح لمشاهدة آثارها وقمم جبالها. تعتبر قاعدة إقليم الوشم وقلبه النابض والتي تسلط الضوء على تاريخ الحضارة النجدية العريقة وقصورها الشامخة ومتاحفها التراثية. تتميز شقراء التاريخية بمبانيها الطينية التي تحكي كل قطعة فيها عن حقبة مختلفة من الزمن وعمر يزيد على 300 عام تقريباً. يعد من العجائب الطبيعية ومن أهم المعالم الجيولوجية في السعودية ولا سيما أنه يحتوي على 12 مغارة مختلفة الأشكال والأطوال. تتميز جبال قارة ببرودة جوها الداخلي حيث تبقى الحرارة في حدود 20 درجة مئوية وتعتبر من أفضل الأماكن المحببة لهواة التسلق. تعد القرية من أقدم القرى النجدية الموجودة والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تتميز القرية بوجود مجموعة من الآثار والبيوت الطينية القديمة والمتاحف التي تتميز بالقطع الأثرية الفريدة إضافة إلى مزارع النخيل التي تملؤ المنطقة. يعرف القصر بالديرة ويتوسط جميع أحياء المدينة وقد بني وفق التخطيط المعماري العربي ويعتبر القصر سابقا مقر سكن الملك عبد العزيز ومكان إدارة شؤون الدولة. يعد قصر الحكم نموذجا للعمارة الحربية والمدنية معا يتجلى ذلك في أسواره وأبراجه العالية كما يتميز بالممرات الضيقة والمحمولة.